الله والبشر، كاهن معاك خادم لا اكثر ولا اقل. هو اذا بتشوف كاهن عم بيعمل زعيم، عم بيعمل رئيس، عم بيدور على مقامات، اعرفوا انه بعيد كل البعد عن روح يسوع المسيح اللي انتدب ليكون خادما. تنسوش يسوع باول خدمه انه الكلاب ابن الله تنازل وامحى كما بيقول بولس الرسول واخذ طبيعتنا حتى ياخذ بايدنا ويرفعنا ويعيدنا الى المقام الذي دعانا اليه الاب السماوي ان نكون من ابناء بيته. هذا هو الدور الاساسي والجوهري لكل معمد أن يشارك المسيح في خدمته، أن يشارك المسيح، أن يكون أكثر مسيحاً آخر بخدمة الآخرين حتى يعود بهم نحو الآب. وهنا جبران خصه الرب بكهنوت الخدمة الخاص. هاي معناتها أبونا وأبونا وأبونا، كلكم أنتم كهنة كهنوت العام، ولكن في كهنوت الخدمة اللي الرب يدعو إنسان مش لأنه فلتت عشره طمنوا بها، ولو أنه أزكى من غيره. وبولس قال اختار الضعفاء والبسطاء حتى يربك ذوي المعرفة والمدعين بالحكمة. يعني الكهنوت الخدمة الكهنوتية بقدر ما بتشوفه كائن متواضع قريب من الشعب، قلبه على شعبه، داير باله كيف سمعنا الراعي الصالح ليحمي خرافه، لا يقدر يقدم لهم الطعام في حينه الوكيل الأمين. تتذكروا ليه إنجيلكم؟ إذا بتشوفوه مثل يسوع يجالس الخطأ والعشرين والمنبوذين والإبعاد وأصحاب العهاد، بتقولوا شو هالخوري ومين هذا؟ أيام الكبار ما بتعرفوا عليه، هو إيش لازم يتعرف عليهم يتقرب منهم أكثر من اللازم ليخدمهم. في عنا فكرة يمكن موروثة ما بعرف منين، من جماعات أخرى غير مسيحية، إنه رجل الدين هو الزعيم، هو الجاه والوجاه. لا يا عمي، كل بي عايش أبوته بنابه، وكل أم عايشة أمومتها بالصدق، هي رئيس ولا هو خادم؟ تشتغلوا نهار وليل رجال ونسوان لتخدموا اولادكم واحفادكم، وبتضوا بتدوبوا مثل الشمعه حتى تنوروا اولادكم وعيلتكم. هاي مهمه الكاهن. ابونا جبران اجتماعات الكهنه تعرفت عليه من زمان، طمنوا بالكم انا يمكن بين اول اربع ختياريه بالكنيسه الكاثوليكيه بالصبيه، يعني عم بعرف عن مين بحكي انا. وكان الشرف انه دعاني عده مرات بترشيحها لالتقي مع الشباب. الكاهن أول شيء كان إنسان، إنسان قلبه كبير، إنسان بيعرف يقول أهلا وسهلا، إنسان بيعرف يستقبل بلطف بوداعة بكل بساطة بالصدق بالصدق. اثنين، كان يهمه ويفرح إنه إذا إجا كاهن تاني استعان بكاهن تاني وبيقدر يفيد اولاده
مبسوط، في فرح داخلي. ما كان يقول أنا شيء نافس أو شيء يغطي علي أو أبسطر أكستر. منه معقد، لو بدي أرجع عم بحكيكم، منه معقد لا نفسانيا ولا روحيا. همه كان إذا بتقدر تفد لي أولاد رعيتي أهلا وسهلا فيك وشكرا لإلك. طيب إيه بدنا قلب وفكر أوسع من هيك؟ خلينا نفكر فيها شوي إحنا ببساطة. وإحنا في عنا خطأ مرات، الولد اللي بيصيح كثير بالبيت واللي عامل أبو علي كأننا نستسلم له ونعطيه الزعامة، والولد والبنت الطايعين اللي بسطة بقلبهم، مش إنهم درويش فيش مخ، لا في مخ، بس قلبهم على غيرهم ومنفتح وبخدمه. نصير نميز، نعمل حساب. أبونا جبران كان همه ككاهن أن المؤمنين ينموا بالرب، اللي عنده في قلبه يعطيه بصدق، وين في حاجة لمساعدة. مع العلمانية بحب أقول لكم وقت ما كان بترشيحها، يا عمي كان يرحب، وبتشوفوا قريب من هالشباب وهالصبايا بكل بساطة بي عاش الأبوة، مش بس بعيلته، بس عاش الأبوة مع أولاد رعيته. بعدين ميزة الكائن أن يكون مطيع إذا يسوع أطاع حتى الموت، ولا لا يا أبونا عارف؟ في حياتك وقت ما كان مطارني ينقلوا يقولوا له من هاي الرعية لهاي لهاي الرعية لهاي الرعية، كان يتأفف أو يتمرد؟ لا، بحب أقول لكم لا. الطاعة من ميزات الكائن الطقي الذي يخشى الله، الكائن اللي يرى في المسؤولين عنه الرب يطلب من خلاله وهو يلبي. احنا مش تبعين لنصلي، بديش اقول من شانه لانه عم يصلي معنا، هو حياته مثل كل المؤمنين بيسوع انتقلوا من حياه مرئيه شايفين بعضنا إلى الحياة الكل روحي لتواصل روحي، إن الله روح. أجسادنا يقيمها الرب يوم الدينونة، ولكن من قلش نقول رقد بالرب، نايم بالرب بعيوننا البشرية المادية، ولكنه هو حي. من شان هيك بولس قالنا لا تحزنوا كسائر الناس الذين لا رجاء لهم. فإحنا وأبونا جبران نحتفل معا في ذبيحة يسوع المسيح اللي هو راسنا، اللي هو أساس إيماننا، لأنه هو نورنا وهو طريقنا الذي يقودنا إلى الآب. فالتعزية باسم الآباء اللي بتوجه فيه لزوجته وعائلته وإخوته وأخواته وقرايبه، عم أنا مش متعود أسلسل، والعيلة في عيلة بشرية ولكن في عيلة روحية أوسع بكثير من معية ومن ترشيحة ومن كفر اسمان وخدم بحفاش. لا كمان بديش أسمي كل الرعايا، عائلة المؤمن أوسع من عيلته البشرية. أقول لكم أكثر، أوسع من عيلته اللي على الأرض.
لأن في ملايين سبقونا مؤمنين بالمسيح، وملايين يلحقونا، وكلنا أعضاء في الجسد الواحد الذي المسيح الذي رأسه يسوع المسيح. فإذا هذه هي التعزية، وهذا هو إيماننا، ومع أبونا جبران نصلي ونطلب من الرب أن يعوض على كنيسته أيضا بدعوات كهنوتية جديدة ليحمل البشارة ويكون مثلا صالحا كما كان أبونا جبران بمحبته ببساطة قلبه بانفتاحه بتواضعه بوداعته. يعني الوديع الذي لا يواجه الشر بشر. اغفر كما غفر لك الرب. هذه الدعوة. فبنسأل الرب أن يغفر أثامه وكل نقص كان في خدمته الكهنوتية، وليضمه إلى عداد الأبرار والصديقين، وأن يمنح عائلته البشرية والروحية ثبات الإيمان والسير على طريق الرب، لنلتقي ونجتمع يوم يدعون إليه كلنا مع بعض عند الآب، له المجد ولابنه الوحيد وروحه القدوس. آمين.